أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم خلال لقائه مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي استثنائية العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية مصر وتميزها، وأن الكويت وعلى رأسها سمو أمير البلاد تنظر إلى مصر كقلب للعالم العربي وكدولة ذات بعد مركزي سياسي واستراتيجي. ومن جانبه أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والكويت وأهمية التنسيق والتعاون المستمر بينهما، والذي تم تعزيزه والتأكيد عليه مؤخرا خلال زيارة فخامته للكويت أواخر الشهر الماضي.